شكرا لموقع فنانة اللي لأول مرة كنمر عبر هذا الموقع. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله. واليوم كنتواجدوا في حفل إصدار أغنية دابا الفنانة إحسان رقراكي. كنبغي نقول لها مبروك إصدار الأغنية، مبروك نجاحك ونجاح كل فريق العمل. إن شاء الله يا ربي غادي تكون فاتحة خير عليها وتحقق النجاح اللي هي كتمناه واللي كنتمناوه لها كاملين ان شاء الله. الغيبه هو غياب لظروف الجائحه، عدد كبير ديال الاعلاميين غائبين لظروف الجائحه. كنتمناو ربي يرفع علينا هذا الوباء وترجع الامور لعادتها وترجع حياتنا طبيعيه كيف كانت، ونرجعوا مره اخرى نطلعوا على الجمهور المغربي اللي انا حتى انا توحشتو بزاف بزاف بزاف. الحمد لله كنتلاقى مع الناس في الشارع وكان كيسلموا عليا كيقول لي توحشناك. كنشكرهم كاملين، الناس كيصيفطوا لي مساجات كيقول لي توحشناك حتى هما، كنشكرهم كاملين. كنبغي نقول لهم حتى انا راه توحشتكم بزاف ونتمنى العوده تكون قريبه ان شاء الله. ما عرفتش شنو يمكن يكون في المستقبل، يعني البرنامج الان متوقف عن التصوير، ولكن ما متوقفش على البث، كيتبثوا الاعادات عبر القناه الاولى وعبر القناه المغربيه. شنو غادي يكون في المستقبل ربي اللي عالم به، حنا ما ضامنينش عمرنا من هنا لغدا. نطلبوا من الله الخير وان شاء الله ربي كيعطينا كل خير. علاش لا؟ شوف هي حاجه جميله، لانه كيف ما قلنا ظروف الجائحه غيبت عدد كبير من الاعلاميين على التلفزيون، وبقى اليوتيوب هو اقرب نافذه اللي كتوصلهم الجمهور المغربي. انا يمكن معكازه واحد شويه، معكازه وخوافه، لانه غادي خص يكون معايا فريق ديال العمل اللي غادي يصور وهذا. ف دائما لظروف الجائحه ما قدرتش انه نزعم ندير هذه القضيه، بابي ديالها هي معايا ديما دابا حيتها باش كنصور. نتمنى انه تحسن الاوضاع. وعلاش لا، فكرت شحال من مره انه نعمل قناه، ولكن جاتني القضيه صعيبه شويه. انت قلتيها لي وانا الحبيب بورش. شوف سيدنا الله ينصرو عمرو ما بخل على المغرب، ولو يعني ابسط حاجه يمكن انها ترفع من القيمه ديال المغرب ويمكن انها تزيد بالبلاد القدام، فسيدنا كياخذ القرار ديالها. المغرب ما بقيناش كنشوفوه من دول العالم الثالث، ولا المغرب في مصاف الدول المتقدمه، في مصاف الدول العظمى. الحمد لله الصناعه عندنا قويه، تجاره قويه. الان غادي نبداو في تصنيع اللقاح اللي قليل الدول اللي قدروا انهم يصنعوه. ما نقدروا الا نقولوا انه الله يحفظ لنا سيدنا والله يطول في عمره. الهم الاكبر عنده انه بلادنا تكون من احسن البلدان في العالم، فالله يبارك في عمر سيدي والله يخليه دائما تشفق راسك. البوز هو واحد الفقاعه فارغه اللي كتنفجر في اي ثانيه. البوز هو بدايه الفشل، يعني النجاح ما عمره ما كيكون بوز. النجاح كيكون بعمل، كيكون بمثابره، كيكون بجد، باجتهاد. اللي بغى ينجح كيخصو يجتهد باش نصنع البوز من فراغ او من فضيحه او من كيف ما كنقولوا بالدارجه ديالنا من الشوهه. فما عمرنا ما غادي نزيدوا لقدام. كل واحد فينا مسؤول على المجتمع اللي هو كينتمي فيه، كل واحد فينا مسؤول على هاد البلاد. الا طورنا بلادنا ونميناها فاحنا كنطوروها وكنميوها لنفوسنا ولوليداتنا ولوليدات وليداتنا، والا ريبناها فاحنا كنريبوها لريوسنا ولوليداتنا. فالله يخليكم، نحاولوا انه نبنيو بلادنا، نحاولوا انه نطوروا بلادنا وننظموا بلادنا ونكونوا قدوه جميله لبلادنا في العالم. الان ولينا كنشوفوا بزاف ديال القنوات العربيه كينشروا فضائحنا وبوز الخاوي اللي كيدار عبر القنوات ديالهم، وهذا الشيء كيسيء الصوره ديال المغرب. حنا يلاه تحدثنا انه سيدنا كيزيد بالبلاد القدام، فاحنا نوقفوا معاه ونتجندوا ونكونوا جنود مجندين وراه باش حتى حنا نزيدوا بالبلاد القدام. ماشي هو كيزيد بينا القدام، حنا بغينا نردوا البلاد اللور. نرقيو نفوسنا. القنوات ديال اليوتيوب ما عمرها ما كانت عيب او حرام، ولكن المحتوى خصو يكون مبني على حاجه جميله وعلى حاجه مفيده وعلى حاجه اللي كتصلح لينا ولوليداتنا ولوليدات وليداتنا. كرساله اخيره عبر موقع فنانه كنبغي نقول لكل الناس اللي متابعيني لهلا يخطيكم، العدد ديالكم كيتزاد يوم بعد يوم، وكنشكركم بزاف 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 لهلا يخطيكم عليا. كل تعليق وكل كلمه كتقولوها في حقي فهي وسام على صدري. توحشكم بزاف ونتمنى انه لقاء يكون قريب ان شاء الله.